هما سؤال الأستاذ محمد خليفة من محافظة المنيا، واللي بيقول فيه: سيادة الرئيس، شفت فيديو المتداول للبنتين اللي عاملين مشروع أكل في أحد شوارع القاهرة، وكيف تعاملت البلدية معهم ومع عدة شغلهم. ليه سيادتك ما تتبناش مبادرة لتجميل وتطوير جميع ميادين الجمهورية من خلال عمل مشاريع للشباب في هذه الميادين عن طريق عربات حضارية ذات شكل جمالي؟ كويس. ده الكلام ده لوزير الداخلية. ما هو انت اللي مسكته البنتين مش كده؟ يعني انا كنت متصور، انت عارف ان انا دايما معاهم، فكنت شايف ان الاجراء ده رغم انه اجراء قانوني واحنا بنحترم القانون وعايزين نحترم القانون، بس انا كنت شايف ان هو كان يعني كان ممكن ما يتعملش بالطريقه دي. الراجل ملوش دعوه، واخد الحاجه بيحطها في العربيه، مش هو ده اللي حصل؟ هم مصورين كل حاجه. ف يعني البنات كانوا شاطرين جدا مصورينكم، والتاني ملوش دعوه، تكلمه تزعق له ياخد انا مع كل تقديرنا للقانون وتنفيذه، وهي البنت قالت له الكلمتين دول، قالت له يعني انت كل الناس اللي موجوده خلاص ظبطت كل حاجه وجاي جاي علينا يعني.